كون ويكون تودي غادي توالينا نسوفي سوانا 433 مزيغ في وندن صواد صومطا في نتيلي زرينغا ان النهار. ذي تزوارا سترزا نوسلوين تكدو ذا مس عبد المجيد تبوني تكملا ذو سينا سويس ثلاثة عند يعرض سلوين للطليان سيرجيو ماتاريلا وذو قوهيلا نقارو نتيرزا ارواح نوسلوين تكدو ذا عبد المجيد تبون غفولا النت ماشين تنريا غار ثمدين تنابولي غاكينا ذو غالين غار وذيك نت سلويث فيلا روزبيريا عند ارادي لي غثيرم تن الفاضوري وسلوين تكدو ذا ذو غير وزيري يلا نيدس غاليري غنو سمحتي غنو سكوا سوي سمانيا غنتكشف ثين سمل ثين سلام تاثمو دات سلويت نوكورا زكوا غاتزايريا ابتسام حملاوي غاستيكي نسرا ذا سادي يانان الال نو سدو يسوا خصا اي ثمناضين نتيليا في ثني يطرفان اظن ثارو غير ودنو غالغرون سيارت اسعاف زائد بعض المساعدات لبعض العائلات يعني المحتاجة سيارة إسعاف اللي يعني هي قالت أنه إن شاء الله إن نوصلوها لبعض يعني إحدى المناطق مناطق الضل. كنت مع السلطات المحلية للولاية أين تناقشنا مطولا حول الوضعية في مناطق الظل ولمست المجهود الكبير الذي تم بذله من طرف السلطات المحلية. الحمد لله ولاية تندوف مناطق الظل فيها قليلة وما زالت هناك مجهودات كبيرة من الدولة الجزائرية وعبر سلطاتها المحلية من أجل القيام بالواجب ومن أجل تقليص هذه الهوة بين مناطق الظل وبين المدينة. للولايه تيزي وزون يا لامار الولي ان الولايه مسجيلة لي دومي اعوض نص قردش نص نفار نص وضن تريسيتي غار ثدرث الناث سعاده ثمناط غار ثدرث الناث سعاده ذي ثمناط الناث يعني سلاس حب سيدي لاني ثليث غزي فنادي لي ديك سوعي وذن تمغلي اسلمعونا نسرى بسنة تغيوان تذويذ الصوني الغاز تجمعوا نت الدرث صافي اي بارودون بور فوتر انفورماسيون سيت بلاتفورم ابارتيان ا كيلك فامي du village de Tsata. Et pour votre connaissance, c'est la seule et unique assiette que le village de Tsata possède. C'est une opposition sur le passage de la ligne moyenne tension. Donc c'est des conducteurs en 30 kV qui permettent d'alimenter les postes qui sont prévus pour convertir les 30 kV en 220 volts. Donc c'est des postes transformateurs. Qui est sur support, voilà, sur support, mais qui sont alimentés par des conducteurs en 30 kV. Donc ça nécessite des couloirs de servitude assez larges, 15 mètres de part et d'autre, comme on est en zone rurale. Et en souterrain ? Ah, en souterrain, là, il faut une assiette de terrain en maçonnée, plus en MTS, mais ce n'est pas faisable dans ce poste, dans ce projet. Si on note pour la solution que vous venez de proposer, les raccourcis tout à l'heure, est-ce que la comme mais qu'on a un problème? Non, c'est souterrain. Mais allez, je prends acte. Ils ont dit qu'on n'a aucune. غار الولاية نسكيكدا سال المعاونة نتغيوات نسكيكدا لاكود ويدي سدو ينلقديش نو نوجمعنا الغلة نيسي سنون غاضي لإيروميين ثلاثة ثمغران الفاكية سالس حذس غافو سدو ينسي ثلاثة نيس قوسين خاصو لما ثمغران ثلاثة مزيث مشا ذا زامول يذلس نطمناط الشيء المفرح عودة المهرجان بعد غياب 3 سنوات لجائحة كورونا هذا أمر محفز لنا باش نواصلوا في هذا النشاط. أنا نعتبره شخصيا موروث ثقافي للحفاظ على الفراولة السكيكدية الأصلية. نشأت الغرفة الفلاحية إلى الاتصال بعدة فلاحين خصوصا مؤسسات البطاطا يعني الموجودة بالحروش، كذلك رئيس البلدية يعني دار عدة اتصالات مع عدة مستثمرين من أجل توفير مبالغ مالية لإنجاح هذه التظاهرة. نترانسمي ميساج على بوبيلاسيون دو سكيكدا يعني باه نقولوا لهم باللي عيد الفراولة عام سكيكدا راه مازال توجور إليكزيست توجور وإن شاء الله في السنوات المقبلة بإذن الله سوف يكون أحسن من هذا. عيد الفراولة عاود بقوة رغم نقص في المساحة ونقص في الإنتاج نظرا للكوفيد السائد السنوات الماضية إلى أننا قمنا بهذا العيد بتنسيق مع بلدية سكيكدا وتحت الرعاية السامية للسيدة ولي الولاية
قمنا بهذه المبادرة وقمنا كذلك بتعيين منتجين لهذه الفراولة روسيكادا التي تعتبر أكبر نوعية في ولاية سكيدا.